نقطة سوداء في تاريخ بدون تحيز انهم تعرضوا فرق الدعم. والله العظيم احنا نحترمكم والله الصدق، بس فرق الدعم لا والله. اول شيء كلنا فرق دعم سابقين وفريق دعمي انا، وقفوا معنا في التوقف صح ولا كلكم؟ صحيح. وقفوا معنا في التوقف حتى والله العظيم شهرين ونص هاشتاقنا الاول. اي حتى لدرجه ان والله فريق دعمي انهم هم وقت توقف هم يقولوا قم صور قم سو قم قم كل شيء بثكم فريق الدعم. وانا اقول لا تتعرضون فريق دعمي وفريق دعمي متسابقين كلهم. سلام تفضل. انا يا طوال العمر السؤال هذا جاء وانا كنت موجود، وانتم تعرفون اني اخذ اللقمه من حلق الريج. لكن ذاك اليوم اعصابي كانت راح فيها وبينها في الكفش الروم. اي يوم يدك اخطا سالم الحزام، وذا الحين عنده خيارين يطالب اعتذار، يا انه يعتذر اليوم يعتذر في فقرة بدون تحيز لافرقه الدعم كامله والجماهير، ولا ترى بيجي علم ان ما هو بسره. انا علمنا استبعاد سالم الحزام. سلام عليك. عندي سؤال مره بجاوب انا. يلا ناصر طالع الفتيل. اختصر انا بتكلم. لا والله اسمحوا لي الربع شوي. اسلم. اول حاجه انا بذكر اسامي بصراحه، شوف انه شيء يعني لازم اني اسوي. لا تذكر اسماء، بدي اذكر، خلني اذكر. يا طويل العمر اول حاجه عندي مشرفات يتعبون، والله العظيم يا الربع ان حتى وانا ما عندي محتوى ما نقدم شيء انهم يتعبون برا. لا عندك محتوى ونقدم عليه حتى وانا ما اقدم شيء. يا طويل الاعمار عندكم شادن بنت محمد، وعندكم لانا، وعندكم ايلان، وعندكم جيم، وعندكم هذا اللي مشرفات. شكر لهم، اشكرهم مشرفاتك وذكر. ما فيها شيء. لا والله ما فيها شيء. لا راح نريجي بيض الله وجيههم كلهم، ما اللي ذكرت واللي ما ذكرت، الناس اللي يدعمون الله يبيض وجيههم. تعب خير الله يرحم والديك. ما يذكر عندنا اسمه يا رجال. ما كل الله اسلم ما فيها شيء. يا طويل الاعمار صلوا على النبي فبيض الله وجيههم، وانا والله لا ارضى لا عليهم ولا على شو اسمه مشرفات دعم اخواني المتسابقين، فنطالب باعتذار. احنا ما نبي الاعتذار من سالم حزام. روح تفضل. طيب عندي سؤال مهم اطلع من المود. كان الحامي وكان عون لنا في انقلب الى فرعون. عرفته. ها كان له فقره من كامله لنا احنا المتسابقين، يسمع مشاكلنا، يسمع عرانا وتنفذ، والان ويحامي عنا. شو اللي صار؟ ايش العنف؟ كان شخص انقلب السحر وسمينا محامي سكريبت اليوم ضدنا. ايه للمتسابقين قال له بدون ذكر اسم. خلينا قال له فقره. لا لا عادي اذكر اسم. لا بعلمك انا بجيك السؤال الحين ما جاء السؤال. كان له فقره نجي ونعلم اللي في خطرنا وتصير. كان الدافع والحاجز لنا قدام التحيز قدام كل المقدمين. انضم لهم. الان انضم لهم. صار هو مدير حلقه بدون تحيز. صار هو الرئيس. علي بالرويه تتفق او تختلف انه خاننا المتسابقين؟ نتفق. تتفقون انه خان ولا نتفق؟ خيانه هي. يلا اشهد الخالد عبيد في الموقف على حد. انت تختلف انه علي بالرويه خاننا ولا لا؟ انا اتفق. صغها بصيغه سؤال بصيغه ثانيه. لا لا ابد سحب علينا. سحب علينا ان علي بالرويه سحب صار علينا. لا تتفق ان علي بالرويه صار دفاع علينا ولا صار محامي بدون تحيز؟ صار هو المحامي بدون تحيز ولا لا؟ نعم. تاخذها بالدور ولا بخليه يكمل؟ خليني اعطيك الاجابه. عطى اختصروا يا رجل. بس ايش كلمات مختصرة. بالدور مختصرة يا رجل. هنا منه كلمات مختصرة. يلاك مختصر. علي بالروية دافع ذا الحين أصبح يعني يجينا بنقطة ضعف هو يعرفها. إيه. يعرف أسرارنا ويعرف أمورنا، فأصبح يحطها محاورها بدون تحيز، وهذه ليست من الصفات الطيبة. صحيح. شكرا. أخصو كلامي مثل كلام أبو منيف. نعم نعم. لا تضربنا على الجرح الموجع. عندي جواب. استاذ علي بالروية أبو عبد الله. استاذ كبير. أنت الحين اختلف. بعلمك أنا أتفق بس بتكلم. بعرج على النقطة الجاية. عادي أعرج. أرج. استاذ كبير في الإعلام. استاذ لنا كلنا يا 27. أرج ورجل. لكن جرحنا وصدمنا. صحيح. الله يسامحك. أنت خلفت عشان نفس الشركة صح؟ إيه. أنا أشوف أن بالروية أفضل مقدم مر على البرامج الواقعية، تاريخ
وتاريخ من ال... من 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 لا الحمايه كان ذي بالغلط والله بالراس يا والله وجهك اطلق واحد ولا يغلط اساسا ابو عبد الله ما يغلط خلاص انا اتفق صحيح علي برويه يتبع مصالحه الشخصيه صحيح مصالحه الشخصيه كيف تقول الصحيح يتبع مصالحه الشخصيه نطالب باستبعاد نطالب باستبعاد نطالب باستبعاد بعرج رجيك بالنسخه عرج دو كلمه القائد مهمه خالد خالد خاس نبيك تعرج بموضوعه طريقه حمد منصور لا بدح الحين يعرج يقول عرج وكشوي كذا طق ما تسمع السؤال ترى بس يقول كذا علي بالروية كان ذراع ذراعنا اليمين وانكسرت الذراع اليمين انكسرت الذراع اليمين انكسرت تكفون تصميم انكسرت الذراع اليمين ما عاد في ذراع ما عاد في ذراع علي بالروية ما عاد في ذراع ارحمه ارحمه ابو عبد الله ارحمه حاتم ما تنظر سلم الرجل خلوه خلوه اسمع عيال عيال ارحب ابو عبد الله صح النوم مو مشكله مو مشكله عادي يا عيال ارحب ابو فهد عيال احنا نبي نوقف وقفه لانه هو مكتوب والله يا الله يا عيال يا عيال يا عيال اللي برويه هنا نبي نوقف له احسن واحد لانه وش هو قال لنا عون له فضل علينا صافر عون وسأل علي برويه انا ما اتفق خلني اعلمك خلني اعلمك ارتاح ارتاح قد خلص وقد خلص يا عيال يا عيال علي بروية له فضائل علينا واجد صح ساعدنا صح ونصحنا ووقف معنا وللحين لا تسبق الاحسن ما يغلط راح ايه خلاص راح الى طريق ما نكمل لكن غزه الشيطان وراح بدون تحيز علي بروية بنوقف كلنا وقفه واحده وبنمد ايدينا ارجع لنا يا علي ارجع لنا ارجع يا علي ارجع يا علي يا سيف يا سيف ارجع يا علي يا سيف يا سيف يا ولد يا ولد اسمع اسمع بعلق 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 معليش تطالبون تدعونه اما انا فلا بيه من راح بلا داعي فيرجع معليش يا شباب انا قايلك حالك راح يا رجال انا قايلك حالك يا مثل مبدع لا لا الحمايه كان ابي بالغلط احنا نبغاكم حمايه الله يا ابو سعيد معليش ابو سعيد لا ما قدر ما قدر هذه كان لا اي ما قدر ما قدر ما قدر اساسا هو ما راح عشان يرجع لنا هو ما راح هو موجود معنا صحنا في فقره بدون تحيز بس راح اتحدى واحد يغلط محامي اتحدى واحد يغلط هذا محامي علي بالروح ايه محامي علي بالروية الفقرة وش هو؟ الفقرة اتفق ولا اختلف؟ سؤال واحد يا سؤال الواحد اللي عنده سؤال انا سألت سؤال